ليه اللي عنده مقاومة انسولين بيكون نزوله صعب جدا مع اكل الكربوهيدرات او السكريات؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو شعراوي. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم كده نبذة مختصرة عن مقاومة الانسولين، انا شرحها تفصيلي، هتلاقي الفيديو موجود تحت في لينك على اليوتيوب. بس النهاردة عاوز اوضح حاجة، مؤخرا ناس بدأت تتخانق، ناس بتحب الصيام المتقطع او انظمة اللو كارب او الكيتو دايت وتقولك دي الاساس بدون السعرات، وناس الناحية التانية بتقولك لا كل اللي انت عاوزه اعمل اللي انت عاوزه السعرات. موضوع كده يعني في الاول كده، جودة الاكل اهم من السعرات. في العصر الحديث اللي احنا فيه كمية الاكل المصنع ادى الى تشوهات كتير جدا في الاجسام، خلى ان نسبة مقاومة الانسولين تبقى عالية جدا عند اي شخص اوبيز. يعني ايه كلمة مقاومة انسولين؟ يعني جسمك رافض انه يدخل الجلايكوجين كارب اللي انت اكلته ده وتدخل العضلات. انا النهاردة اكلت 100 جرام مثلا كربوهيدرات، تقريبا جسمك مثلا اخد 50 دخلهم جوه الخلايا العضلية وفي 50 في الدم، ده معناه ان سكر الدم عالي، فجسمك هيبدأ يفرز الانسولين. الانسولين ده هيبدأ ياخد السكر الزيادة ما عاوز يخلص منه، هيحوله لدهون. فتخيل معايا بقى، انت بتدخل جرام كربوهيدرات 4 سعر حراري، جسمك مش قادر يتعامل معاه فخزنه لدهون، الى الدهون احنا عارفين اللي هي 9 سعر حراري. تخيل انا بدخل لجسمي 4 سعر حراري وعاوز جسمي لما يجي يحرقه، ما هو اتخزن 4 سعر حراري، عاوز احرقه، عشان احرقه لازم استهلك 9 حراري لان الكرب اتحول الى دهون. انما لو انت ما عندكش مقاومه انسولين، دخلت 100 جرام كربوهيدرات دخلوا جوه العضلات في الجلايكوجين، يعني الواحد جرام ب 4 سعر حراري، فلما تيجي تحرق ال 100 جرام انت محتاج 4 سعر حراري، فهتلاقي الموضوع انك بتخس عادي جدا. انما الناس اللي عندهم مقاومه انسولين، افضل حل ليهم هو الصيام المتقطع، انظمه اللو كارب او الكيتو دايت. كل ما انت تعمل الحاجات دي مع الاكل الصحي، كل ما هتلاقي الموضوع عندك بيتحسن اكتر فاكتر. جسمك النهارده مش قادر يستهلك غير 50 جرام كربوهيدرات، بعدين يطلع ل 60 70 80 لحد ما يطلع 100. والافضل طبعا مع كل دول انك تحاول تدخل رياضه. في ناس بتقول لي انا مش عارف انزل الجيم او ما عنديش وقت. يا سيدي اعمل تمارين بوزن الجسم، اليوتيوب مليان تمارين بوزن الجسم، وعلى فكره تمارين بوزن الجسم افيد صحيا بكتير جدا من الجيم، وفي نفس الوقت اصعب من الجيم. يعني ما تفتكرش ان الموضوع سهل، الموضوع مرهق جدا اكتر من الجيم. او اشيل لك دمبلين في البيت وابدا اتمرن بيهم. اهم حاجه انك تبدا تعمل تمرين، حتى لو انت في الاول هتبدا تتمشى وبعدها تبدا تخس شويه فتبدا تعرف تعمل التمرين. بس يفضل انك تدخل التمرين مع انظمه اللو كارب. وبكده انت فهمت ليه لو انت عندك مقاومه انسولين، ليه الناس دايما متعصبه يجي يقول لك والله انا كنت ماشي على انظمه الكارب وبحسب سعراتي وبخس قليل جدا، اول ما نقلت على اللو كارب او دمجت معاه الصيام المتقطع وقللت الكارب او نقلت كيتو دايت بقيت اخسر بسرعه جدا، لان حضرتك كان عندك مشكله مقاومه الانسولين. طول ما انت عندك مشكله مقاومه الانسولين يبقى عندك جوده الاكل اهم من السعرات الحراريه، النفسيه بتاعتك اهم من السعرات الحراريه. فكل ما انا حاطط جوده اكل عاليه جدا في نفس الوقت النفسيه عندي ثابته، في نفس الوقت انا شبعان هقدر اخسر دهون. انما لو انا بدات ان انا احط اكل غير صحي، اكل ضار، هيأثر على النفسيه، بالتالي هتبدا تجوع فتبدا تاكل اكتر فترجع تزيد. وكده احنا شرحنا في الفيديو دوت ليه الناس اللي عندها مقاومه انسولين محتاجه تمشي على انظمه لو كارب وتدمج معاه الصيام المتقطع، وفي نفس الوقت ممكن تروح الى الكيتو دايت. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. في رعايه الله، السلام عليكم.